احنا كوم لا بي هي ستركتور دو سوتيان معناها اوفيسيال اي اورغانيزاسيون ايتاتيك تابعه وزاره الصناعه للحاملي الافكار واللي ستارت اب باش نكونوا سنه كو اورغانيزاتور في رياده مع تي بي ام. هذا يندرج في اطار تراجكتوار وفي اطار زاد الاجراءات رولونس ايكونوميك اللي تبدا من الاجراء التاسع حول مساعده المؤسسات الناشئه والتحفيز على هامش المنتوج المحلي والاصلاحات التجاريه بها القرارات الأخيرة 42 مزور تبسيط الإجراءات وغيرها. انفتحنا على القطاع الخاص وباش نوريه اللي في تونس فما آليات للتشجيع على المبادرة باش يكونوا موجودين الآليات هذية أكثر من 80 آلية لمساعدة وسوتيان دي جون بورتور دي دي. فما أكثر من 120 ميكانيزم دو فينانسمون في تونس. هذا الكل باش يكون معناها احنا باش نوريه اللي راهو عندنا بروسيسو كامل لبعث المؤسسات وتنشيط القطاع الخاص ودفع حفز المبادرة الخاصة، لأنها هذيك السبيل الوحيدة باش تكون تمنع الاقتصاد وباش تخلق لنا الثروة الوطنية وتحسن من نسبة البطالة. بطبيعة المواضيع يلزم تكون مواضيع معناها ذات أهمية، مواضيع كما الاقتصاد الدائري، كما التنمية المستدامة، كما أهداف التنمية، كما الطاقات الجديدة والمتجددة جدة، كما رسكلة النفايات، كما الاندستري 4.0، الانتليجنس ارتيفيسيال، لي سوجي معناها داكتواليتي منجموا يكونوا كان احسن معناها مثال واحسن ديمونستراسيون باش نخلقوا المشاريع في هذا، الى جانب سنة معناها عنصر النسائي اللي يكون فاعل. عنوان التظاهرة والمهرجان بتاع سنة هو نساء رائدات وقياديات، وعندنا دي فام ليدير معناها اللي بينوا جدارتهم وكفاءتهم باش نوريو اللي زاد راهو عندنا في تونس طاقات شبابيه وناس عندها افكار اللي تنجم تنهض بالاقتصاد وتنجم تحقق الكرواسونس. معناها بينا في عده مناسبات وان بالبوزيتيفيزم وبالعمل ما عندناش خيار، لانه ما عندناش لي ريسورس ايكونوميك اللي عند لي ريسورس ناتوريل اللي عند الدول الاخرى. نعملوا على رواحنا بالخدمه وبالبوزيتيفيزم وبالتكاتف ما بين الهياكل الكل، من قطاع خاص قطاع عام، دي ميساج بوزيتيف. تونس ديما قبله ووجهه للاستثمارات الاجنبيه المباشره. السنه فما سوجي زاده نتاع الدياسبورا، كومون موبيليزي لا دياسبورا بور ديفلوبي ليكونومي نتاعنا، يعني عده مواضيع دي بي تو بي، عده مواضيع وعده انشطه تتخللها زاد أنشطة ثقافية وترفيهية باش نوريو اللي شوية خدمة وشوية ترفيه. فما أنشطة موازية في النهارين هذوما، عناية خاصة على أعلى مستوى من السادة الوزراء ومن أعضاء الحكومة باش يكونوا حاضرين معنا في سواء في الافتتاح في الاختتام. دعوة لو 22 23 باش تكون نكون حضور مكثف ويكون شبابنا ويكون أولادنا.